بونجور بونسوار عزوز نون، السلام عليكم، مرضوان معكم. هذه بغيت ندير بتيتا ريبونس لواحد المغربي دائما يدير لي فيديو، ولكن هذه المرة شوية تهجم شوية تاو يستهزى بال لا برودكسيون ولا هذيك المسألة تاع السيارات في الجزائر. معليش عندنا ان بروبليم دو فيكول اون الجيري، بصح ما فهمش. هو كان يرجع لواحد السيد يقول له انتم ما عندكم المازوت وليسونس وحنايا عندنا السيارات. قال له ميم سي عندكم ليسونس في الجيري ولا المازوت ما تقدروش تمشيو، تسمى لازم لكم سيارات باش تمشيو هذا المازوت. هو ما فهمش البروبليم هذا تاع السيارات في الجيري. اوكي اليوم نفهم له، بالك هو ما يعرفش بلي دي فوا تفتخر بلي عندك سيارات في البلاد، مي اسكو السيارات هذوك تاعك؟ اسكو المصنع هذاك تاعك؟ اسكو الشركه هذيك مغربيه؟ دونك هذا سميتو ابرنوس، هذاك سعيد ابرنوس، قال له احنا عندنا سيارات 700,000 سياره في العام، او يشكر كاع المصنع او يشكر بلاديتو. معليش الا ما على بالوش هذيك السياره، هذاك لوزين اللي يعمل مع رونو اليوم عنده قصه طويله طويله ديجا باش فهمتها ضربت وقت. بدات المصنع هذا الحقيقي اللي يدير السيارات، القصة تاعو ترجع إلى 1959. هذه سوماكا، سوماكا هذه سي لا سوسيتي ماروكان دو لا فابريكاسيون اوتوموبيل، سوماكا، وماشي من المغرب اللي دارها. 1959 دونك نشوفو إيطاليا اللي عندها فيات، خلقت سكون ابل فيات اس بي ار، سي فيليال باش تخدم في المغرب. والسيمكا هذه سي فيليال تاع فيات اللي كانت تخدم في فرنسا. دونك فيات اللي خلقت سيمكا في فرنسا جاو للمغرب في 1959، ولا كانوا ثم ايتو تحت الاستعمار. دونك المغرب ما عندوش اي حاجه يدير، دونك الاستعمار هو اللي دارها. اوكي بناو هاد الشركه هذه تاع الطوموبيل، جبدت فيات في 2003 باعت 26% تاع الشركه هذه، باعتها لرونو. رونو اليوم راهي رونو نيسان وميتشيبيشي الاينس، صافي دير واش دارو بكري ان سوسيتي تاع طوموبيل تروح فايت تجي واحدة اخرى تشريها. اليوم لا اليوم يديروا ميرج لا فيزيون، دونك لا فيزيون باش تجمع كلش، يعني الاموال تاعو والستوك تاعو ايتو يوليو دوبل. اوليو تشريها ما تسواش، مي كي تدير لا فيزيون تولي القيمه تاعها كبيره. المهم سي با لو سوجي بلي هاد الشركه هادي تاع اليوم اللي راهي دير رونو في المغرب، القصه تاعها ترجع الى 1959، وماشي المغرب هي اللي دارتها، فيات مع سيمكا هما اللي داروه في 2003. 26% بعتها سون شوت رونو، شرات 26% من سيمكا من سوماكا هادي. في 2005 شرات 54%، صافي دير في 2005 عندها 80%، 2005 80%. دونك رونو عندها 80%، فيات من بعد ولات بي اس ا ستيلانتيس عندها 20%، 80%، 20%. اليوم لا ماجوريتي هي 80% بين فرنسا واليابان. معليش دونك شكون
كي a financé هذه الشركه هذه. اليوم هي شركه اوروبيه في زوج، ستيلانتيس هذه الامريكيه مع اوروبيا، ورونو بين اليابان وفرنسا. صافي ديال ما كاش، شوف 100% هي شركه اجنبيه. دونك نو سولمون باعوها خلاص ولات شركه اجنبيه، لو فينونسمون تاعها الدراهم اللي سي اللي بدات بها هذه لا بنك اوروبيان، لا بنك اوروبيان انفستت فيها 174 مليون اورو. وبعد هذه لا ميم بنك اعطات ان كريدي لهذا شوط للدولة المغربية 200 مليون اورو، والمغرب جبد من لي بونسيون تاع الخدامين جبد 400 مليون اورو. صافي ديال واحد زوج ثلاثة، وزادوا القرض من لي بونك باش داروا 100%. دونك الشركة هي أجنبية 80% بين فرنسا واليابان، و20% بين إيطاليا فرنسا وأمريكا. والفينانسمون تاعها شوف جا من هذه كريدي كريدي وهذا كريدي وهذا داوه من لي بونسيون تاع الخدامين باش فينونسيو هاد الشركة هذي. اليوم دونك باش تشوفوا، لان باش ما يخلطوكمش لي نيميرو هادو 20% 80% هي 100% الفينونسمون تاعها 100% جا من هنا. وزيد تلقى لي زاكسيون تاعها، دونك باعوا لي زاكسيون اون بلوس تاع البيجي هذا اللي جمعوا، باعوا لي زاكسيون تاعها. شكون اللي شرا لي زاكسيون؟ محمد السادس شرا 20%، وهذه كتبت هنا يا رونو أس شرا 80، هي ما شراتش 80، يكون عندها أقل لأن هناك دوترجون اللي دخلوا في لي ستوك. كتبت هنا 80، دونك بين رونو ومحمد السادس 100%. وهذه تاع 80% 47% يولي لي بونسيون هذو، دونك ميم با. دونك كي تحسب كاع الشركة هي شركة أجنبية ولي زاكسيون تاعها، لي زاكسيون تاعها النص كاع راح إترونجي. صافي ديك محمد السادس يسال 20% من لي ستوكس تاع 100%، وهذو عندهم 47% من 80% باش ما يتخلقوا لكم. دونك شفتوا اليوم هذا ابارنوس يقول عندنا 700,000 سيارة يديروا في العاميتو. للأسف الشديد الشركة هذه ماشي تاعكم، ستين سوسيتي فرونساز جابوناز اترونجيا. دونك في المكان هذاك اللي داروا، في المكان هذاك اللي داروا لا كومباني كي اكسبورتيو هذا البرودوي هذا، باسكو لي ديستيني بور لا ليكسبورتاسيون. 80% تاع ليكسبورتاسيون تروح لاسبانيا، فرنسا، تركيا، الامارات، والمانيا، ولاشين. مي لا تيفيا تاعها كي تخرج الفيكل كي يخرج من البور لي فري تاعو كاع 7% هكذا 7%. مي كي يدخلو واحد مغربي يدخلو للبلاد، هو راه في بلادو، راه في بلادو، كي يدخلو هو للبلاد يخلص عليه 20%. دونك كي دير ليكسبورتاسيون الفيكول هذا دونك يخلصوا عليه 7%. بصح مغربي كي يشري في بلادو يدير التي في 20%. صافي ديال البرودوي، البرودوي هذا اللي ديستيني بور ليكسبورتاسيون. نون سولمون هكذا العدد اللي يدخل
للمغرب، اوكي، يديروا 700 الف سياره، ولكن بين 40 الى 80 الف اللي يدخلوا للمغرب فقط. دونك صافي دير ميم سي راك تخدم 70 الف سياره، ما راكش تخدمها للمغرب، راك تخدمها لترونجي. دونك ميم لي زارتيكل هنايا تلقاهم انستالاو في المغرب ما كاش لي تاكس، انستالاو في المغرب ب 7% باش يكسبورتيو، انستالاو في المغرب باش ما يخلصوش لي زامبو. دونك التحفيزات 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 اللي شغلت ما عندكمش سياده، سي سا لو بروبليم بين الجزائر والمغرب. الجزائر واش دارت؟ دارت ان كايد شارج 51% يكون جزائري، سواء الدولة سواء بريفي، 49% يكونوا سي دي زوبيراتور اترونجي. دونك الكايد شارج دائما هكذا يكون، ما كاينش بزاف تحفيزات في الجيري. دونك انت كي تجي، لان الجيري دارتهم السياده، ما تجيش للبلادي باش تدير رايك. مالوروزمون كي تشوف هكذا كاع تشوف بلي الشركات هذو، هذه بي واي دي تشاينا، اوكي، هذه راهي دير لي موتور. دونك شولت مام لي موتور هذوك، كي تقول لي مثلا شركات بزاف اللي جاو انستالاو في المغرب عندهم الفايدة، لا تي في ما كاش، لي وسموتو لي زامبو ما كاش، بالك ما يخلصوش تريسيتي، بالك يعني تحفيزات، يعني انبطاح 100%. هذا هو الفرق بين الجزائر والمغرب. ثانيا في الجيني انت راك كي تشوف في اليوتيوب ما صافي دير ما كاش سيارات في الجزائر، خلاص نو، حتى السيارات راهي تدخل والناس راهي تشري بالملايين. ما تقلقش روحك، السيارات كاينين في الجيري. بصح بصح هذه تاع طروازون، هذه تاع طروازون كي يرجعوها اليوم، قبل ما يرجعوها الفيكول ويدخل من البور 2023 كان يدخل، 2022 كان يدخل، فهمت سي ساعي؟ دونك نتايا في بالك بلي غلق البور ما كاش الطوموبيلات اللي يدخلوا. حنايا في الجيري اللي سوء الحظ كاين سكون ابل لا ليسونس تاع امبورطاسيون مجاهدين هكذا. دونك لا ليسونس هادي تاع امبورطاسيون تاع المجاهدين، دونك نتايا كي تشريها، كي تشري لا ليسونس هذيك ولا تامبورتي لروحك، اوليو تشري سياره صغيره تاع بيكانتو، الناس راهي تجيب الهامر، الناس راهي تجيب الكات كات، راهي تجيب طوموبيلات الغاليين بها، لان ما تخلصش لي زامبو. سي دي كاتيغوري لا كارت هذيك، دونك ما تخلصش لي زامبو عليها. دونك نتايا اللي في راسك بلي ما كاش طوموبيلات في الجيري، الناس راهي تدخل دي فيكول اللي يسواو 2 مليار 2 مليون دو دولار للجزائر، لان هذيك لا كارت هذيك تعطيك تحفيز ما تخلصش لي زامبو عليها. دونك لازم تجيب ان فيكول كبير، ان فيكول غالي، اوليو تجيب فيكول صغير اللي شكون تخساره هذيك لا كارت هذيك كي تشريها، فهمتني؟ دونك هذاك سي ان اوتر سوجي. بصح باش نقول لك لي فيكول جدد ما يدخلوا للجيري. دونك لا لوا هذيك اللي بدل رئيس الجمهوريه باش الناس تروح تامبورتي كاينه من بكري، اوكي، بصح بدلوها اوليو هذا كاع يدخل في مساق سياده البلاد. دونك حنايا عندنا السياده، غلقنا البور على طروازون، لان على هذوك تاع لي طروازون سيد لا كاملوت كي هكذا يخمو. دونك كي يجيو للبلاد يديروك لا بوليسيون، شو ترانا لا بوبال تاع لوروب، اوليو السيارات هذوك يرميوهم، فهمتني؟ دونك كيما نتوما راكم تجيبوا سيارات ما عندكمش مثلا لا بيريود تقول 5 سنين 10 سنين ايتو، صافي لا كاملوت كاع تاع لوروب راهي تجي لافريك. حنايا درنا هكذاك باش يكون لو فيكول جدد اللي يدخلوا البلاد. دونك حبسوها ان سيرتان مومون، حبسوها، مي هناك سبه على حبسوها.
دونك انت ما فهمتش باللي خلاص ما كاش لي فيكول ما يدخلوش، شو تحسب تروحك خلاص ما عندناش كاع لي فيكول؟ لا انا كان يدخلوا لي فيكول، كان لي سومور مورك يدخلوا، بصح لا لوا مختلفه، الناس راهي تامبورتي، فهمتني؟ دونك اي ليك حنايا كي درنا مثلا رونو في الجيري، ولا درنا سوفاك هذاك، ولا درنا سيات، ولا اي اي واحد يصنع طوموبيلات في الجزائر ما يقدرش يكسب اكثر من 49%، سي كونديسيون. دونك امبوسيبل اي واحد يجي من لترونجي للالجيري ينفستي ويكون عنده اكثر من 49%، لازم الالجيري يكون 51 وهما لي زوبيراتور 2 3 1 ايتو يكون المجموع هذاك 49. باش ما حنايا هي سيادة الوطن، فهمتني؟ دونك ما تخممش باللي ما كاش هاي لك على لا سول لا سول ريزون، هذا هو السبب الوحيد الناس راهي تجي تانفيستي في المغرب ما تجيش تانفيستي في الجزائري، لان هناك اون لوا تاع سيادة الوطن انت ما تفهمهاش بالك. بصح انا قلت لك لو كان حنايا مثلا نوليو الانبطاح كما البلدان الاخرى، اي واحد يجي للجيري وجامي يجي للمغرب، لان المناخ اللي كاين في الجيري للاستثمار احسن من المغرب. لو بروبليم حنايا شدينا في هذيك تاع سياده الوطن ودرنا دي لوا باش اي واحد يجي ينفستي لفائده البلاد. انتوما هادو او يخدموا 700,000 فيكول يخليوكم يخلي 50,000 فيكول في البلاد يكسبورتي كلش لترونجي، ويقول لك هنايا على بالك شحال راكم يخلصوا؟ يخلصوا خدامه 26%، 26% من السالير اوروبيان. صافي دير عندهم الفايده في السالير اوروبيان، عندهم الفايده في لي زامبو، عندهم تحفيزات في لا تي في راهي قليله، عندهم تحفيزات بلاك البابور هذاك مغربي، بلاك الخدامين هذوك. دونك انت كي تجمع كاع التحفيزات هذوك راكم خاسرين، مش عاد تدوها على مصنع ماشي تاعكم، هذا مصنع تاع لي زيترونجي، الحاجه الوحيده هو يخدم خدامين مغاربه، والخدامين المغاربه هذوك ام يخلصوهم 26% من الصالير الحقيقي. دونك اوليو تعطي الواحد 4000 دولار ولا 5000 دولار يعطي لك بالك يعطيك ثم 1000 دولار. دونك السياره اللي تخرج من ثم هذا كو رابح، رابح رابح من الخدام، رابح من ليزامبو، رابح من لاتيفيا، رابح من ماكاش اي عراقيل في البور يديها مثلا يبيعها في الاوروب. او شكون اللي الربح هنايا؟ سي الاوروبيان هذاك اللي يشري طوموبيل اللي كان 30,000 اورو ولا يشريها 11,000 اورو، باسكو اليوم ما راش يخلص مثلا الاوروبيان 5000 اورو بار موا، ما راش يخلص لي زامبو في الاوروب، ما راهش يخلص الترونسبور في الاوروب، كاين بزاف حوايج ما راهش يخلص عليها. صافي ديرك الفيكول هذاك اللي يخدم في المغرب ب 11,000 اورو شكون اللي يستنفع به؟ سي ليترونجي. انتوما راكم برك دونك اليوم تشوف هنايا الواحد اللي دونك اللي يستنفع هو ليترونجي، وتلقى هنايا محمد سيس عنده 20% من الاسهم. صافي دير كي تكون الفايده ابري نحيو الفايده وراس المال هادو الشركه هذه واحد زوج ثلاثه. دونك كي يبقى يقولوا له لي ديفيدنت، كي يبقى دراهم هذوك الفائض على الفايده يقسموه على الاسهم، شكون اللي شرى الاسهم يكون عنده الفايده فيها. هنا شكون اللي عنده الفايده ياخذ 20% ياخذها الاروا تاعكم، ومن بعد 80% هادو 47% يخلصوا الكريدي هذاك اللي داو مقبل.
فهمت؟ دونك راهو عندهم الكريدي ديجا هنايا، دراهم ماشي تاعهم اللي سيبداو الشركة هذه. دونك انتوما المغربي الحقيقي ما راش مستنفع من هذه. لو بروبليم سي كو يقدر يغلق هذه اللوزين يروح، دونك ما كاش اي شرط. شفت لا ديفيرونس بيناتنا، لا ديفيرونس بيناتنا. لو كان ما جاتش لان فيات اس بي ا هذه معوله تغلق اللوزين تاعها كي كانت مع سوماك هذه، فهمت؟ ما كانش تخدم بزاف، دونك بدات تبيع لي زاكسيون، ماشي لي زاكسيون هادو، هذه 26% سي الشركة، باسكو هي ديفيرونس بين الشركة ولي زاكسيون تاع الشركة. دونك الشركة باعت 26%، من بعد باعت 54% من الشركة، لا كاردي 20%. شوف المغربي ما يسالش في هذه الشركة، هاد ما يسالش. دونك قبل ما تقول لهذاك الانسان اللي جا باش يسقسيك ولا في الفيسبوك، راك تتباهى وتتفاخر بشركه اللي انت كمغربي ما تسالش فيها، ولكن الشركات الجزائريه الاخرى 51% تعود الى الدوله الجزائريه ولا تعود الى جزائري. فهمت علاه لا ديفيرونس في الاستثمار في الجزائر؟ الاستثمار في الجزائر لازم يكون سوى دولة تاخذ 51% والإترونجي ياخذ 49%. إذا مثلا كاين زوج إترونجي وكاين دوز ألجيريا، واحد ألجيريا مع الدولة، لازم للدوز ألجيريا هذو يكونوا 51% وللدو هذو إترونجي لازم يكونوا 49%. مثلا كيما هنايا نتوما 20% دتها فرنسا مع الطليان، و 80% دادها فرنسا مع الجابون. صافي فرنسا هنايا عندها 50% ديجا، ايه بصح شركات مختلفة هنايا، اسمها حساب فقط، فهمت؟ دونك اليوم الناس اللي تتباهى بلوزين هذا كيتو، هذاك ماشي مصنع مغربي، هذاك مصنع إترونجي 100%. انستالوه في المغرب وي، دونك من البروبليم الفينونسمو تاعو كلش انت فينونسيت هاد بور ديماري لوزين هاديك، شريت الماكينة شريت كلشي تو، بصح ما تسالش فيه. والمغربي الحقيقي كي يشري طونوبيل من تما يخلص عليها 20%، بصح الإترونجي كي يديها من المغرب يخلص عليها 7% فقط. شفت لا ديفيرونس؟ دونك تهلا في روحك، ما تقلق في روحك. حنا لو كان نفتحوا البيبان غدوة يجيونا اكثر من 300 شركة ينفستيو في الجزائر. للاسف الشديد عندنا هاد العلوة هادي، هي من بين العراقيل، ولكن مناخ كي نقول المناخ الاقتصادي باش تنفيست. تهلا في روحك إيمان.